عبرية لدى محكمة بئر مراد رايس، وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تود تقديم توضيحات حول معطيات هذه الواقعة من أجل تنوير الرأي العام. إذ أنه بتاريخ 16 جوان 2020 وبالضبط على الساعة 22 دقيقة زوالا على مستوى الطريق السريع الغربي الرابط بين مدينة الجزائر باتجاه مدينة تيبازا وبالضبط على مستوى منتزه دنيا بارك، قام سائق سيارة من نوع سكودا بمضايقة سائق سيارة من نوع ألتو تحمل إشارة 50 كيلومتر في الساعة، والتي تدل بأن سائق سيارة نوع ألتو حديث السياقة. قام باستعمال مناورات خطيرة وغير مسؤولة وغير مبالي بما قد ينجر عن هذه التصرفات من عواقب وخيمة، مما أدى إلى انحراف سيارة الضحية واصطدامها بالمجرى المائي للطريق لتنقلب على سطحها، وتبعه فرار سائق السيارة من نوع سكودا المتسببة في الحادث. ومن مجرد إبلاغنا بحيثيات هذه الواقعة، أمرت نيابة محكمة بئر مراد رايس مصالح سرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزغالدة بفتح تحقيق حول الواقعة، توقيف الفاعل وتقديمه أمامنا فورا. التحريات انتهت بتحديد هوية صاحب السيارة وتوقيفه رفقة مرافقه في ظرف قياسي، وذلك بفضل الحس المدني لدى المواطن الذي قام بتسجيل الواقعة ونشرها، وهو مشكور على ذلك. وكذا وجود كاميرات المراقبة على مستوى الطريق السريع. المعنيين تم تقديمهم صبيحة هذا اليوم أمامنا ليتم إحالتهم أمام السيد قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، ليحاكموا طبقا للقانون بالتهم التالية. فأما بالنسبة للمتهم الرئيسي والذي تجدر الإشارة أنه كان يقود مركبته بانعدام رخصة السياقة التي تم سحبها سابقا منه بالجنح التالية: جنح التعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات السلامة والاحتياط، الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 290 مكرر من قانون العقوبات. جنحة الامتناع عن تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 182 الفقرة الثانية من قانون العقوبات. جنحة الفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد ارتكاب حادث مرور، الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 72 من قانون المرور. جنحة الاستمرار في القيادة رغم تبليغ بقرار السعب الفوري لرخصة السياقة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 81 من قانون المرور. أما بالنسبة لباقي المتهمين المرافقين للمتهم الرئيسي، فقد تبت متابعتهم بجنحة الامتناع عن تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 182 الفقرة الثانية من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة أن المتهمين تم إيداعهم على الحبس المؤقت على بتاريخ اليوم، على أن يتم محاكمتهم بجلسة 28 جوان 2020. كما لا يفوتني الإشارة أنه بفضل التعديل الأخير لقانون العقوبات، وذلك بمقتضى القانون 20.06 الصادر بتاريخ 28 أفريل 2020، لا سيما المادة 290 مكرر منه والتي تنص في مضمونها على معاقبة كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط التي يفرضه القانون بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 60,000 إلى 200,000 دينار جزائري. كما تجدر الإشارة على أن هذا النص يمكن النيابة من مواجهة جميع الأفعال الإجرامية التي تشكل خطر على المواطنين بصفة عامة وعلى مستعملي الطرق بصفة خاصة للتصدي لإرهاب الطرقات وما يحصده من أرواح بشرية يوميا. وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسرة الإعلامية المرئية منها والمكتوبة وكذا المقروءة على تلبيتهم الدعوة، وكذا الشكر موصول إلى جميع الحاضرين على حسن الإصغاء والإنصات، وشكرا. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعنا على الهواء مباشرة في ندوة صحفية.